بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيكم على هذه الدعوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله عز وجل نتذكر إن شاء الله أنا وإياكم
هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التذكير باليوم الآخر. وكلا الأمرين سواء تذكرنا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام حيث نتعلم سنته في الدعوة إلى الله، كما أننا نتعلم إن شاء الله ونتذكر ذلك اليوم الذي لا منص ولا فرار منه، وهو اليوم الآخر. إخواني الكرام، الشيء الذي يجب علينا أن ننطلق منه هو أن اليوم الآخر أعظم موضوع بعد ذكر الله عز وجل، يجب على كل واحد فينا أن لا يغفل عنه، موش يذكره مرة واحدة، لازم ذكر اليوم الآخر يبقى دائما يسري على ألسنتنا. وسنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام له أساليب، عنده أساليب كثيرة في التذكير باليوم الآخر. وكي نقولوا باللي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أساليب كثيرة في التذكير باليوم الآخر، معناه أن كان ديدنه يعني صباح وعشية وفي الليل وفي النهار وفي كل وقت، في السفر وفي الحضر كان يذكر اليوم الآخر. يعني إحنا لو كان نحبوا نسموها هكذا بواحد الطريقة أخرى، كان الرسول عليه الصلاة والسلام المهمة تاعو أنه يخلي الناس تتعلق بالله واليوم الآخر في كل لحظة. ولو كان إحنا نحبوا نسموها باللي خسرنا القسطو نقول له إيه، يعني لازم منا يخسرنا القسطو. علاه؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى خلق الدار، هذه الدار، الدار اللي رانا فيها احنا الآن دار ابتلاء، وجعل الآخرة دار جزاء. الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. والناس رغم أنهم يعلمون ويوقنون، مش يعلمون يوقنون، وهم متأكدون أن هذه الدار دار بلاء وفناء، مع ذلك وش حرنا شادين فيها، شادين فيها بعشر صباعتين وبسناننا وبرجلينا شادين فيها ونجروا مراها، ومن أجلها رانا نايفوا الناس، وعليها رانا نهجروا في الناس، وعليها رانا نصاحبوا في الناس، وعليها رانا نكسبوا المصالح تاع الناس، والابتسامة تاعنا من أجل الدنيا، والكلام تاعنا من أجل الدنيا، والنوضة تاعنا صباح من أجل الدنيا، رغم أنها كي تسألنا احنا هي دار فناء وبلاء. وعلى بالنا بلي هذه الدار عمرها ما تصفات لإنسان، وإحنا حابينها صافية. وعلى بالنا بلي هذه الدار عمرها ما بقات لإنسان، وإحنا حابينها باقية وعندنا يقين. لماذا؟ تخيل لو كان جاء الإنسان يعتقد أن الدنيا دار بقاء، يتخيل أن الإنسان لو كان جينا ربي عز وجل كمل لنا الدنيا 100% ما فيها حتى مصائب، وزينها بلذاتها وجعلها مثل الآخرة مثل الجنة ما تفناش، كيفاش يكون التعارك عليها؟ كيفاش يكون واحد ما يبقى في الدنيا؟ نقتلوا بعضنا البعض. احنا هي راهي دار فناء ودار بلاء، وراهي معكر علينا، فيها مصائب وفيها بكاء وفيها نحيب، ومع ذلك شوفوا حالنا فيها يا إخوانك، نسينا الله، نسينا ربنا سبحانه وتعالى. يخرج الإنسان من المسجد يضعف إيمانه فينسى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشيخ يوسف بن عاطي ربما في أمور الإيمان ذكر لكم في ضعف الإيمان وتقويته، ذكر لكم أهمية اليوم الآخر، لا شك، لأن اليوم الآخر من أعظم، بل هو بعد معرفة الله هو أعظم محرك نحو الله. يعني ما كاش حاجة تحركك أنت وتكون هي المحرك نحو الله مثل اليوم الآخر. ولهذا شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، وربي قال له وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يك الموعظة وحدة تكفي، هو قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قول لهم قول يهز النفوس نتاع الناس. المؤمن لابد عليه أن يسمع موعظة تهز قلبه باش يقدر يتحرك نحو الله عز وجل، لأن النفس أمارة بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. لأن النفس لا تريد إلا الراحة، تريد شيء يطابق هواها يطابق شهوتها. ولذلك ما أسهل معصية الله، وما أسهل أن تدعو الناس إلى الشر. والآن الشيخ أشار إلى حاجة مهمة جدا، وهي شوف مثلا المؤثرون اليوم، لو كان امرأة عارية ترقص مثلا، ولا إنسان يغني، ولا إنسان يضحك، شوف شحال تلقى المتابعين تاعه، متابعين كثر. نقول لك علاه، لأن هذا أمر طبيعي، لأني أنا عندي نفسي
والنفس تاعي وش تحب؟ تحب الكسل وتحب المتعة وتحب الشهوة وتحب تمتع البصر تاعها وتحب ماذا؟ وتحب تضحك، تحب تضحك وتحب الأخبار. هذيك ديرك هو خبر عاجل تدخل انت تشوف، تحب تحب تطلع الى الأخبار. هذه كلها شهوات النفس، بمجرد ما نلقى إنسان يوافق لنفسه نتبعه. بس لو كان نقول إن نلقى إنسان يقول لي قف نذكرك بالله واليوم الآخر ما نوقفلوش، علاه؟ لأنه راه ماشي لي ضد التيار تاعي، ضد النفس تاعي. ولهذا الحق صعب، الحق صعيب على النفس. ولهذا الآن احنا اليوم يجب علينا أن نرجع إلى التذكير باليوم الآخر، لأنه أعظم شيء حرك به النبي عليه الصلاة والسلام النفوس نحو تقبل الحلال والحرام. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت لنا حال الدعوة إلى الله وحال نزول القرآن، وهو من أعظم تدرجات القرآن الكريم، مراتب نزول القرآن الكريم. ربي عز وجل نزل القرآن ليداوي القلوب، وجعله شفاء لما في الصدور، وجعله هدى للمتقين. كيف يكون؟ كيف يكون هذا الأمر؟ هذا بالترتيب. الترتيب الأول، كان الناس في همج جاهلية جهلاء، بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام بمهمة عظيمة يزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. التزكية هذه هي عبارة عن عملية تطهير للنفوس، وهي عبارة عن عملية تخلية وتحلية. النبي الآن عنده مهمة يزكيهم ويعلمهم، وحقيقة يزكيهم ويعلمهم لازم تكون مرتبة، لأن إبراهيم وإسماعيل لما طالبا من الله وقالوا له لربنا سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف، يعلمهم ويزكيهم. أنا نقول لك حاجة، لو كان نتعلم إحنا العلم، نتعلم الحلال والحرام، والنفوس ما زالت خبيثة، ما زال إنسان أو حاب يظهر هو، أو حاب إنسان يعفس على رؤوس الناس باش يبان هو، أو يحوس الإنسان على الجمهور ما وش يحوس على الله، أو يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله، وش يصرنا كما بني إسرائيل، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. النفوس لما كانت خبيثة، كل واحد جاب علم ولا دكتور ولا عالم ولا عنده معلومات ولا ينطح بها أخاه، وبذلك سقط بنو إسرائيل. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. على هالعلم فسد. نعم، لما تكون النفوس خبيثة بغيا بينهم، كل واحد يحكم المسألة الفقهية يتضارب بها مع الناس. وانظروا حالنا إخواني اليوم في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الردود، كان بعض الناس أفنوا أعمارهم في تتبع عورات غيرهم، ليس لله وإنما لحظ في النفس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العلم عندما يكون في نفوس خبيثة، في نفوس لم تتطهر، سيكون سلاحا يجر بنا إلى الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ربي عز وجل على ذلك ربي صحح الترتيب. إبراهيم قال يعلمهم ويزكيهم، يعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. ربي صحح الترتيب، قال يزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. علاه؟ لأن النفوس لازم تكون زكية نظيفة طاهرة حتى تصير بعد ذلك تتقبل الحلال والحرام. وهذا الذي فسرته لنا أم عائشة، أمنا رضي الله عنها عائشة، بتفصيل دائما أنا أذكره، لأنه هو المنهج الحقيقي. وشن هو؟ قالت لنا باللي القرآن الكريم، قالت لو كان أول ما نزل لا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تزنوا ما استجاب أحد. قالت لو كان ربي في البداية في مكة بدأ ينزل على الناس آية الحجاب وآية الخمر وآية كذا، ما يستجبوش الناس. علاه؟ لأن الناس مازال ما رطابوش، مازال النفوس نتاعها متعلقة بالجاهلية كما رانا احنا اليوم. مازالت الناس تحب الدنيا، مازال الناس حابين يعيشوا، حابين يعيشوا ما مش حابين يموتوا. مازال دركا إلى يومنا هذا، مازال العجوزة الكبيرة في السن والشيخ الكبير في السن اللي راه مازال له أيام مازال له طامع في الدنيا، مازالت الناس تحب الدنيا. مازال إنسان المريض اللي قالوا له الأطباء لم يتبقى لك شيء مازال يطمع في الدنيا، مازالت الناس حاكمة فيها. لماذا؟ لأننا ليس لنا شيء من ذكر الآخرة، آخرا نسيناها. ربي باش يداوي، وما كاش واحد يعرف يداوي غير ربي سبحانه وتعالى، وما كاش واحد عليم وخبير بعباده مثل الله عز وجل. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ يعني
هو عليم بما يشفينا ويصلحنا. وش درنا ربي سبحانه وتعالى؟ بدلنا في الآيات أول ما نزل المدثر قم فأنذر، ونزل لنا ماذا؟ شيء من المفصل فيه ذكر الجنة والنار. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت ربي عز وجل بدأ ينزل آيات المفصل قاف وما بعدها من الآيات والصور التي تتكلم على اليوم الآخر، وفيه ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس، شوف الآن 10 سنين والناس تسمع، 13 سنة والناس تسمع، وش يسمعوا؟ يسمعوا غير الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس رجعوا الرب عز وجل، ولو يفكروا في المستقبل الحقيقي وقع عندهم تصور حقيقي حول ما ينبغي العمل له وهو الجنة والنار، كيعرفوا هذاك الشيء هذاك، ربي يبدأ راحوا المدينة، ربي يبدأ ينزل، نزل لهم آية الحجاب، الدنيا صبحت كحلة بالحجاب، صباح ربي، المجتمع كامل تبدل في دقيقة، آية مجرد أمر من الله، المجتمع قال أصبحنا النساء الصحابة أو نساء المدينة كل غربان، الدنيا ولات كحلة بالحجاب في ليلة واحدة. شوف الآن الاستجابة الأخرى، آية الخمر، الخمر يمشي في العرق، يمشي يبقى 40 سنة، هو 40 يوم وهو فيك، تحبس الخمر اليوم 40 يوم مازال الخمر موجود داخل الدم تاعك، يعني يماشي في الدم تاع الإنسان، مش تحبسه مشي سهلة. ربي نزل الخمر، فهل أنتم منتهون؟ علاش كان ينزل عليهم الآيات تدرج في الخمر؟ على كان يتدرج في الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. شوف الآن علمهم، قال لهم معليش ريحوا تشربوا كما راكم حلال عليكم، بصح ما تروحش تصلي وتسكر. على ما نزلش، مازالهم يتعلموا اليوم الآخر والجنة والنار والصراط والحساب والميزان كذا، كي قالهم تصورهم كيعودوا يخافوا ربي عز وجل ويطمعوا في الجنة، عندما يعلو فيهم الرجاء والخوف مد الأمر بركم ما تخافش، مدلوا أمر، نزل الربا قالوا له خلاص، راح في حجة الوداع يتكلم على الربا قالهم كل ربا أضع، لما ذكر لهم الربا قال لهم وأول ربا أضعوا ربا العباس بن عبد المطلب، فقالوا كيف نفعل بما فعلنا؟ قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني ولو يقولوا أعطينا برك الحل، نحبسوا الربا، نحبسوا المعاملات، نحبسوا العقود. الخمر نزل ربي سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. جاي يشرب، كانوا في بيت طلحة، وكان قال كنت أنا ساقي القوم، كنت نسقي في الناس، وجاي يشرب، سمع المنادي برك، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ما قالش بالك ما كاش منها وكذا، سنكملوا يشربوا روحوا ثبتوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة نرمى الكأس، ومنهم من استقى، كان بلع خلاص، يعني خلاص قبل ما تنزل الآية هو بلع، يعني حلال عليه، وش دار؟ استقى خرج، وزادوا راحوا وين؟ زادوا مشوا البعيد، مشوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله أنا عندي مخزن نتاع خمر، كي كان حلالة عندي مخزن شريته كي كانت حلال، وهذا المخزن هذا مال أيتام، الدراهم تاع اليتامى خاطيني أنا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أهرقه، فرغوا، راح فرغ كلش، حتى الناس ولو يخرجوا برا يفرغوا، حتى صارت زقاق المدينة كلها خمر، تمشي ويدان شغل طوفان نتاع خمر. هذا يصور لك مدى الاستجابة تاع الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنتج لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمة تستجيب للحلال والحرام. اليوم الحلال والحرام، اليوم في الأمة الإسلامية الحلال والحرام واش راهو؟ راهو يتخذ نكت نضحك بها الناس، الحلال والحرام، الحلال والحرام اليوم ولا أمر يستهزأ به، ولو الناس ما يستجبوش، كي تقولوا الحلال والحرام يجعلك أول عدو بالنسبة له، ويجعلك انت متعصب، وانت راح تخسرنا الحياة، احنا حابين تمتعوا انت جاي تحكي لي عن الحلال والحرام. علاه؟ لأننا كما قال أحد المربين الكبار في هذا الزمن، قال نحن اليوم ارتكبنا خطأ في الدعوة إلى الله. وشن هو الخطأ؟ قال أهملنا المرحلة المكية في دعوتنا، أهملنا المرحلة المكية، جينا عند الناس ما عندهمش قوة الإيمان باليوم الآخر، جينا عند الناس مازال نفوسهم لم تزكى، وعطينا لهم مسائل فقهية يلعبوا بها لعب، ولات بعد ذلك ماذا؟ ولات قساوة، نسأل الله السلامة والعافية.
قساوة في القلوب. لماذا؟ لأننا عندنا شيء في نفوسنا وهو ضعف الإيمان باليوم الآخر. أنت تقول لنا إحنا اليوم رانا نؤمن باليوم الآخر، شكون قال لكم أنا نؤمن باليوم الآخر؟ أنا أقول لك نعم والله كلكم تؤمنوا باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يا أخي الكريم عنده درجات، عنده درجات، والدرجة درجة الإيمان التي هي عبارة عن تصديق جازم ما تكفيش. هذيك شفت إحنا في المقبرة وش نقوله جنازة، والله غرقع رايحين ليها، والله غرقع رايحين ليها، عبك هذه الكلمة يقولها الملحد على بالك، يقولها النصراني ويقولها اليهودي ويقولها كامل الناس يقولوها، كامل على بالهم بلي نموتوا هما الكفار على بالهم بلي كاين الموت، وحنا على بالنا بلي كاين الموت. وش الفرق بينه وبينهم؟ حنا حنا نؤمن بما بعد الموت، هما لا يؤمنون بما بعد الموت، هذا هو الفارق. إذن حنا نتايا بطولتك وتميزك أنت أنك تؤمن بما بعد الموت. هذاك الإيمان اللي بعد الموت يا أخي الكريم عنده درجات، نسموها إحنا درجات التصور مشي درجات التصديق. تصديق خلاص رانا مآمنين ومية بالمية ما شفناش بصح والله غير مآمنين باللي كان يوم الآخر، بصح هذا ما يكفيش. صحابي حنظلة رضي الله عنه قال تلاقى مع أبي بكر الصديق في الشارع، فنظر إليه أبو بكر الصديق وهو يقول نافق حنظلة يا أبا بكر. تلاقى حنظلة مع من؟ مع أبي بكر الصديق. قال له تعرف يا أبا بكر الصديق نافق حنظلة، راني دير ديقة كبيرة. قال له وماذاك؟ قال له شوف كي نكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، شو اسمع مليح كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع إيمان الناس، كيفاش يرفع الإيمان تاع الناس؟ قالوا كنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة كأننا نراها رأي العين. شفت كيف ثم يحكي لنا عن الجنة حتى كأننا شو رانا نشوفوا فيها تاع الصح، معناتها راه يفصل للرسول عليه الصلاة والسلام راه يذكر الجنة يعني بتفصيل. قال وهذا دائما دائما، قالوا كي نقعدوا معه دائما هكذا يحكي لنا غير على الجنة والنار. قال يحكي لنا قالوا ويذكر لنا النار كأننا نراها رأي العين، يعني كي يحكي لهم على النار يحسوا روحهم سخونين من قوة تفصيل تاع النار جهنم، وقلوبهم تهتز شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. كي تهتز القلوب يطلع الإيمان، يطلع يجري، يطلع يطلع يجري وحده، يولي إنسان يخاف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم ماذا؟ الآخرة. وهذا من أساليبه عليه الصلاة والسلام، وهو الإرشاد إلى ما يذكر بالآخرة، وهو يوم القيامة الموجود عند عينك أنت. إحنا عندنا يوم القيامة في الدنيا، شنو هو؟ الآخرة. كي توقف أنت في القبر وتنظر إلى القبور أمامك. مؤخرا إحنا ندفنوا في الشيخ عبد الخادر زيتوني الإمام رحمه الله، وأنا واقف نستنى هكذا مع الناس وهم يحطوا فيه في القبر، ونلتفت قبور قدامي، زاد الإنسان وقت زاد في 38 ومات في 90، وزاد وبعدها واحد أخر مراه زاد في 90 مات في 2010 20 سنة، وبعدها مراه واحد أخر شكون؟ شوف قبور مختلفة عباك يعطوك حكمة عظيمة. كي تشوف التواريخ تاع وقتاش زاد وقتاش مات، وقتاش زاد وقتاش مات، 10 سنين مات 15 سنة مات 70 مات 60، قلبك يهتز. تلقى ناس بزاف صغار عليك ماتوا عادي، ثم تقول انا راني زايد شويه على هذو، وتلقى ناس كبار عليك ماتوا. يعني وكأن هذيك اللوحات الموجوده المكتوبه على القبور تحكي لك شيئا، وهو ان الموت لا يختار، ياخذ مباشره من دون اختيار. ربي يقول له روح ارفد يرفد، ولا يحترم سنا، لا ينتظر صغيرا حتى يكبر ولا كبيرا حتى يمرض، والله ما يستنى واحد، يجي مباشرة يرفض. كي تشوف المقبرة هكذاك والله غير قلب تاعك يهتز. والزيد على ذلك وش دير؟ كي تشوف القبور عند رجلك وش تقول؟ تقول هذا دركا أنا والآخرة بيناتنا شبر. تحفر حفرة هكذا شوية بيدك طلع الآخرة، ما تشوفهاش بصح الآخرة هي موجودة تحتك. يعني أنت واقف في مكان تحته تحت التراب كان موجود ماذا؟ موجود يوم القيامة، موجود الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من مات قامت قيامته،
هذوك الناس راهم في الاخره وانت في الدنيا. اذن هذا امر مهم جدا في تحريك النفوس وهو ذكر يوم الاخر. لذلك حنظلة قال شوف كي يورينا النبي عليه الصلاه والسلام هذا الشيء هذا احنا الايمان تاعنا يطلع، وكي نعاودوا نقولوا للدار نروحوا نشروا نقضي ونشوفوا الدراري هذا راح ليكور هذا قرا هذا شرى الكتاب هذا مشراش نشوفوا الامور تاعهم واش نقولوا. قالوا يضعف الايمان في الحلال، يضعف الايمان في الحلال. لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. في الحلال حلال انت تروح تشري الخضره تشري بطاطا وتعطيها لزوجتك وتنقيها توكلها لوليداتك عندك الاجر فيها ياك، هذه وضعفك الايمان تنسيك في يوم القيامه. يعني هذا اذا كان هذا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وانت راك تدي فيهم اجر ويلهيوك عن ذكر الله، فما ظنك الانسان الذي يجلس في الطرقات وينظر الى من تمر ومن يمر ويحدق النظر في المتبرجات كيف يولي قلبه؟ فما ظنك بالانسان اللي راه صباح وعشيه في الاسواق هاك وهات ويتكلم عن هذه زادت وهذه نقصت؟ هذاك الانسان كيف يولي قلبه لو كان يغديش باليوم الاخر؟ كم يروحش المسجد ويسمع الحلقات ويسمع الدروس ويفتح الهاتف ويقول ويدير كلمه على الجنه ولا كلمه على النار ويسمعها؟ كيف يولي حاله الانسان هذا اللي يقول لك عندي مده ما سمعت موعظه؟ كيفاش يولي قلبه؟ وحنظله راه وليد حومته النبي عليه الصلاه والسلام قاعد معاه يشوفه كل يوم يتلاقى معاه يصلي معاه الصلوات الخمس. تخيلوا محمد صلى الله عليه وسلم الله يحشرنا واياكم معه، تخيلوه زعما هكذا جا وليد الحومه هنا يصلي معنا دركا راهو حاضر هنا معنا هكذا وقاعد، كيفاش يولي الايمان تاعنا؟ كيفاه نصلوا معه الصلوات الخمس وهو اللي يدير لنا الموعظه وهو يدير لنا خطبه الجمعه وهو يصلي بينا؟ الايمان تاعنا كيفاش يولي يطلع؟ فما ظنك لو كنت تقعد معاه تقعد قاعد معاه وتحكي معاه وتسمع منه وهو يتكلم لك على اليوم الاخر كيفاش يولي الايمان تاعك؟ ومع ذلك حنظله وابو بكر راحوا اشتكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له رانا يا نان في مشكله. وش هي المشكله؟ قالوا له يا رسول الله كي نقعدوا معاك وتحكي لنا على الجنه والنار الايمان يطلع في السماء، وكي نروحوا لديورنا ننساو اليوم الاخر وكذا الايمان يبدا يهبط. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام اواذاك يا حنظله؟ قالوا لو كنتم يعني لو تبقون على ما انتم عليه لصافحتكم الملائكه في الطرقات. يعني لو كان تبقوا تذكروا دائما اليوم الاخر الايمان تاعكم يطلع يقول لك كيما تاع الملائكه، تقولوا انتم والملائكه كيف كيف، ولكن ساعه وساعه. على ساعه وساعه ماشي ساعه ربي ساعه قلبي، خطا هذا الفهم، ولكن ساعه وساعه اي بمعنى هذا هو حال الانسان. موش يقول لك روح نقص الايمان ساعه وساعه، موش يقول لك مد ساعه ربي ساعه لقلبك، غلطه هذا الحديث اللي فهمه هكذا. ساعه وساعه معناتها يقول له ولكن البشر دايرين هكذا، البشر تلقاه يسمع موعظه قلبه يطلع الايمان فوق السماء، يخرج من الجامع يروح يعاشر الناس ولا يرفد مكالمه هاتفيه يضعف له الايمان. هذا موجود فينا احنا اللي رانا نوعظ الناس، فما ظنك بمن يسمع؟ نسال الله يعفو عنا ويهدي حالنا. اذن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يثني عزما ولم يألو ولم يبخل عن الناس بالتذكير باليوم الاخر. كان من اهم الاصول التي اقام عليها دعوته عليه الصلاه والسلام، وان من اهم مهمات الرسول عليه الصلاه والسلام هو ان يربط الناس باليوم الاخر. وهذه هي المرحله التي يجب علينا ان نركز عليها في دعوتنا اليوم في اليوم الاخر. اخواني الكرام ننبه على حاجه مهمه، الانسان الذي يعظ الناس هذا يمشي على منهج الرسول عليه الصلاه والسلام. انسان اللي يدير مواعظ ويذكر الناس باليوم الاخر هذا انسان ماشي على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. اما انت تقول له قصاص وتقول له واعظ، اما انك ماكش فاهم مصطلح العلماء في التجريح بهذه اللفظه، واما انك فقط تريد الفساد. هذا ما كان. كاين بعض الناس يحتقر انسان داعيه واعظ، يحتقر يقول لك هذا واعظ، ناس تاع قصاصين هذو. احنا والله ما نعرفوا القصص، نعرفوا حاجه واحده، احنا نعرفوا التذكير بالايات والقران والحديث نتاع النبي عليه الصلاه والسلام. نجيبوها ونجتهدوا ما اجتهدنا ونهزوا بها قلوب الناس. اذا اهتزت قلوب الناس اروح تشوف الناس كيفاش راهي تتوب وتدخل في دين الله افواجا. لماذا؟ لانك تهزل قلبه ويقول لك صح راك تتكلم فيما ينبغي ان تتكلم فيه. وهذا منهج الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما جمع الناس في صحيح مسلم
في قصة تميم بن أوس الداري، وش قال لهم للناس؟ ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لأن تميم بن أوس الداري قد أسلم. يعني يحب يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنا موالف في العادة نجمعكم للرغبة والرهبة، وهذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إنما أعظكم بواحدة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة بإجماع العلماء هي ذكر ما يحرك القلوب نحو الله ترغيبا وترهيبا وتعريفا بالله واليوم الآخر وغير ذلك. هذه الموعظة. الموعظة يا أخي الكريم هي منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أصل الدعوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي أصل الدروس. وأما الفقه فكان عبارة عن فتية وتعليم عملي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يدير النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقعد ما كانش يعلمه الفقه، وش كان يدير؟ كان يعلمهم اليوم الآخر. ومن بعد كيجي واحد يسأل عن الفقه يقول له حلال حرام كذا، فتية. وكان منهجه في تعليم الفقه هو خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوء هذا. يعني كان يطبقه من الناس تتبع فيه، هذا منهجه عليه الصلاة والسلام. إذا تحوس على المنهج تاعه. ولهذا يجب علينا أن نحترم الإنسان لما يعظ، نقول هذا يطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، رو يمشي على الطريقة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج الصحيح في دعوة الناس. احنا اليوم يا إخواني الكرام أهملنا الدعوة المكية. الدعوة المكية هي عبك شنو هي؟ أنك تجعل الطفل الصغير والراجل الكبير عايشين ليوم القيامة. وأنا نسألك سؤال، تخيل مجتمع عايش كامل همه يوم القيامة، كيفاش تولي الدنيا؟ كيفاش نولوا؟ اللي يسرق يحبس السرقة، واللي راهم تقاطع مع أخوها لجل الورث يحبس المقاطعة، يقولك لأنه كاين الأعمال ماشي تطلع ليه يوم القيامة ويستنى فيها. والإنسان اللي راهو يغتاب وينمم يروح يطلب سماح من الناس، يقولك كلاولي الحسنات يوم القيامة نجيك المفلس. فهمت كيف؟ الآن وكان ذكروا يوم القيامة بشحال من حاجة نحبسوها، شحال من حاجة تحبس، الخمر يحبس والمخدرات تحبس والسرقة تحبس والبغضاء تحبس، كل شيء يحبس. علاه؟ لأننا نقول نعيش ليوم لا ريب فيه، نعود نعيش ليوم يضع فيه الله عز وجل موازين القسط ليوم القيامة، نعود نخاف ربي سبحانه وتعالى. درك علاش أنا نطغى عليك؟ أنا علاش أنا نسبك؟ علاش أنا نضربك؟ علاش راني نتكلم فيك؟ علاش راني ناكلك حقك؟ كي نولي من آمنش باليوم الآخر عايش كأنني احنا نخلد فيها. وهذا هو المصيبة تاعنا. من أعظم أسباب الطغيان أن ينسى الإنسان يوم الآخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مش دار حب يخرج لنا واحد الجيل ونجح. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لنا جيلا فريدا من نوعه، خرج لنا أبا بكر الصديق والذي كان يتمنى أن يكون ترابا، كان يقول ليتني كنت ترابا، ليتني ما ولدت. لما يشوف القبر يبكي، علاه؟ عنده خبر رباه الرسول عليه الصلاة والسلام. خرج لنا عمر بن الخطاب الذي لما يذكر الموت يقول ليتني لم تلدني أمي، علاه؟ ليتني أتيت يوم القيامة لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب هو مبشر بالجنة. ناس خايفة من ربي سبحانه وتعالى، عايشة لله عز وجل، كي حكموا الحكم كأنه ناس خايفين ربي سبحانه وتعالى، امشاوا مباشرة خدموا دين الله عز وجل وخدموا أمة الإسلام، عارفين قيمة المسؤولية وقيمة الوقوف بين يدي الله. شكون رباهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيفاش رباهم؟ تذكير باليوم الآخر. أنا نحلف لك بربي اللي خلقنا، أقسم بالله، وتحكم إنسان مهما كان حاله، تريح معاه تقول له شوف نريح أنا وأنت، نديروا خمس حصص ولا أربع حصص نتكلموا فقط عن يوم الآخر. شوف إذا كانت مرأة متبرجة ما تكلمناش على التبرج، إذا كان إنسان ما يصليش ما تكلمناش على الصلاة، وإذا كان إنسان يشرب الخمر ما تكلمناش على الخمر، وإذا كان إنسان يسرق ولا يشرب المخدرات ما تكلمناش. قل له شوف معليش ما تصليش ما دير والو، أنا وأنت نقعد نحكوا غير على يوم القيامة، نجيبوا كتاب ولا نجيبوا دروس ونريحوا نسمعوا فيها ربعة دروس خمسة دروس، أقسم بالله غير يهتز هزة مباشرة يتفكر وش عنده، يروح يصلح. يقول كان نبدأ نصلي أنا، على يروح يبدأ يصلي؟ لأنه ذكرت أنت عمرت وعطيت له المحرك. إحنا اليوم المحرك هذاك الموتور اللي يحركك نحو الله ما عدناش، فاشل، والعلم ما قدرناش نتحركوا به. على هذيك ربي يقرنك الإيمان باليوم الآخر في دائما، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شفت شكون يحركك نحو الله؟ هو اليوم الآخر.
هو اللي يخليك تتحرك نحو الله تبارك وتعالى. إذن من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر اليوم الآخر وكان يبين أهميته، حتى إنه كان يبين أنه من لوازم الإيمان، وقال للناس هذا مصداق قول النبي قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر. شوف الآن اليوم الآخر داخل معاه، يعني ما يكفيش أنك أنت تصلي، ما يكفيش أنك تتصدق، إنما لازم البر الحقيقي أن قلبك يكون ممتلئ باليوم الآخر. شوف سمعت أحد العلماء يقول كلمة، قال شفت احنا كنتكلموا عن الخشوع في صلاة، كامل الناس عندي مشكلة في الخشوع، نقول الله أكبر ننسى، ومن بعدها نسها نبقى نفكر منا وكي نسبح هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا بسرعة ما عبناش قاعد شنو نقوله. يعني لما نأتي إلى ذكر المحبوب الله تبارك وتعالى، أفضل من نحبه من ربي سبحانه وتعالى، عندما نريد أن نذكره نسرع هكذا سبحان الله سبحان الله هكذا، وعلى بلاش رانا نقولوا على ما نتلذوش بها، نقولوا سبحان ربي العظيم وبحمده، على ما نقولوش رانا نذكروا في واحد هو اللي نحبوه كامل، على اللي كيديو كي جو حاجه كيما هذه، علاه ماناش عارفين واش رانا نديروا، ماناش عارفين واش رانا نعملوا، حنا رانا واقفين نديروا في الرياضه وخلاص. سمى لذلك علاه الخشوع؟ العلماء واش يقول لك؟ يقول لك شفت هذيك الناس اللي يذكروا لك الاسباب تاع الخشوع، انك تتوضا وتبكر للصلاه و و و و و و تعمل هذه، اش هذه الاسباب كامله؟ قالوا يغنيها حاجه واحده، ان تملا قلبك بالايمان بالله وباليوم الاخر. برك كنت عمر قلبك باليوم الاخر يكفيك. شكون ترجم لنا الكلام هذا؟ شكون قال لنا هذا الكلام؟ انا سمعته من عند واحد عباك، شكون هو؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كي يحب يسقم الصلاه تاع واحد الانسان قال له هكذا، شاف واحد يصلي المسيء صلاته معروفة قصة تاعو، شافوا يلكيدي في صلاة ينقرها نقرا، قالوا يرجع فإنك لم تصلي، ارجع صلي فإنك لم تصلي، يعني صلاته باطلة، مخد في صلاته مخد. ثلاث مرات كي جاي علموا النبي قالوا والله ما نعرف يا رسول الله حاجة، قالوا والله ما نعرف غير هدية، علمني، قالوا علمني. نوضوا النبي عليه الصلاة والسلام، عبوا واش دار له؟ أول حاجة ما قالوش استنى نعلمك الصلاة كيفاش دايرة، قبل الصلاة قبل، قالوا إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، تتفقه صلاتك وحدها. أتخيل أنت واحد محكوم عليه بالإعدام، ينفذ الإعدام صباح 8:30، يقولوا له غدا إن شاء الله، يجوا له الزنزانة تاعو، يقولوا له غدا إن شاء الله 8:30 سينفذ فيك حكم الإعدام، بالله عليك صلاة الصبح هذاك النهار كيفاش راح يصليها؟ يخشع ولا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كيما نديروا حنا وكيفاش يدير؟ كيفاش يجوز الصلاة هذاك النهار؟ كيف أنا نقول لك ركعتين تاع الصبح راح يصليهم أتقى رجلا، لأنه يقول آخر صلاة، آخر صلاة صبح عندي في حياتي، عبك كلمة الحمد لله كيفاش يخرجها، والله أكبر كيفاش يخرجها، وسبحان ربي الأعلى كيفاش يخرجها، يعني علاه راهو ضامن 100% أنه سيموت على 8:30 بعد الفجر. حنا لو كان نديروا هذه في أنفسنا كي نكونوا حنوضوا نصلوا، لعل هذه آخر صلاة العشاء سنصليها اليوم. كيفاش راح تصليها أنت؟ صليها ما شاء الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كي يحب يسقم له صلاته مد له غير كلمة، قالوا إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، تتسقم الحالة. شفت لما تضفي اليوم الآخر صلاة المودع واش معناتها؟ اليوم الآخر يعني لما تدخل اليوم الآخر في العبادة كيفاش تتسقم؟ تتسقم وحدها. علاه؟ يولي الإنسان عايش ربي سبحانه وتعالى، يولي عايش اليوم القيامة، والإنسان اللي يعيش اليوم القيامة يسقم كل حاجة في حياته ماشي غير صلاة برك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من وظائف أو من تمام الإيمان ومن شرط الإيمان ومن كمال الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر الإيمان الحقيقي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله لن يؤمن أحدكم حتى يكون فيه أربعة، يعني أربع حوايج يقوم عليهم الإيمان الحقيقي تاع الإنسان، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد عبده ورسوله حق، يعني جئت بالحق، وأن يؤمن بالموت وما بعد الموت من البعث والنشور. لازم يآمن بهذا الشيء، مشي بالموت، بالموت وما بعد الموت، هذا هو هنا البطولة الحقيقية، أن تؤمن بما بعد الموت. أما الموت الناس يجوا في المقبرة وتزداد قلوبهم قساوة، يقول لك الناس قاعد رايحين لها، هاي باينه بلي هاي دي نهايه هذا مكان،
أحد خلاص تخلص الدنيا. حنا حزننا في الموت له شقان، حنا نخاف الموت من زوج جوايه، عندنا خوف وعندنا حزن. عندنا خوف من المستقبل، يعني خايفين واش راح يصير لنا بعد الموت مع ربي، بلك يخرج لنا ذنوب نسيناها، بلك يخرج لنا مظالم تاع ناس نسيناها، يعني وبدا لهم لم يكونوا يحتسبون، نخافوا ونحزنوا على واش راح نخلوا من الدنيا، لان احنا فينا الدنيا لازقه لداخل. سما كي نكونوا رايحين نودعوا والدينا وازواجنا وخاوتنا واصحابنا واولادنا واموالنا رايحين، وحنا اللي رانا عمرنا دنيانا، دايرين الضالات ودايرين كراجات ودايرين طنوبيلات ودايرين ذهوبات ودايرين الارصده ونخمو في الدنيا بزاف، اللي رانا عمرنا دنيانا وخربنا الاخره، ولينا نكرهوا نروحوا نموتوا لاننا معمرين الدنيا ومخربين الاخره. نخافوا ننتقلوا من العمراني الى الخراب. ولهذا احنا واش نديروا؟ عندنا واحد الحزن البشري وهو الفراق، وعندنا خوف ايماني وهو الخوف من العاقبه. ولهذا الملائكه تقول للمؤمن لي ولك ان شاء الله، تقول لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تنحي عليهم هذاك الخوف الايماني الذي كان في نفوسهم، تبشرهم وتبشرهم كذلك، تقطع عليهم الاحزان التي كانت عليهم في الدنيا. هذا الامر هذا احنا رانا دوك اليوم عندنا حزن لاننا سنفارق الدنيا، بصح ما عندناش الخوف من الله، ماناش خايفين واش راح يكون يوم القيامه. ولذلك اليوم واحد يجي واحد يظلم يقول الاخر حسبي الله ونعم الوكيل، اقول له احتسب ولا ريح. وكاين اللي حتى يلحق يقول قل ربي يهبط يدير لك، قل ربي يجي عندي، قل له علاه؟ راح الخوف، راح الخوف نهائيا. بصح لو كان يقول له بلي فلان شكا بيك على بالك ولا راح يبعثوك لويسي جيستيس النهار الاخر على بالك نهار الحد يجي، ما يرقدش هذيك الليلات لانه يخاف من عقوبه الدنيا لانه ابن الدنيا، ولا يخاف من حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله ونعم الوكيل هي المحكمه العليا التي لا مناص منها. سمع على بالك لا قال حسبي الله ونعم الوكيل، لو كان جيت تؤمن باليوم الاخر تخافها، تخافها تاع الصح، تخاف تقول له اسمع روح اشكي بيا ورفد عليا قضيه في المحكمه، ما تقولش حسبي الله ونعم الوكيل. كون جينا نخافوا اليوم الاخر، ولكن احنا اليوم اثرنا الدنيا ونسينا اليوم الاخر، وهذه المصيبه وهذا ضعف الايمان. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا من اهميه الايمان، من منهجه انه يركب لنا انه كيما تامن بالله وتامن بالرسول عليه الصلاه والسلام، دير في بالك بلي لازم تامن باليوم الاخر. ومن منهجه عليه الصلاه والسلام ربط الاعمال بالجزاء يوم القيامه. ما يخليكش تخدم برك، تخدم تقول احنا واش انا نديرو؟ نعياو نتعبوا، جو صلوا المغرب صلوا العشاء صلوا الظهر الصبح وكذا، ومن بعد الناس تدي في دراهم، احنا واش دينا؟ النفوس على بالك تنظر هنا تحب الملموس، النفوس تحب الملموس. لما كانت النفوس تحب الملموس النبي عليه الصلاه والسلام جاء بمنهج في التذكير باليوم الاخر. وش هو المنهج؟ وهو ربط الاعمال بالجزاء. يذكرك احنا كي ولينا نعياو دائما فان جورني، كيجي الانسان من الخدمه عنده المغرب والعشاء واعرين بزاف، والصبح واعر بزاف، خاصة تنوض له على 5:30 ومن بعد تزيد تنوض على 7 باش تخدم، راح يخسر لك النعاس تاعك، راح تتخذ عليك. إذا مالا الصبح واعر ثاني، أعطانا جائزة. قالنا بشروا المشائين إلى المساجد في الظلمات أو في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال لك أنا أروح نذكرك باليوم الآخر بواحد الطريقة، وهي أنني أعطيك جائزة. ما دام أنت تروح تمشي المغرب والعشاء والصبح تصلي في الجامع. وش هي الجائزة؟ الجائزة كي تكون على الصراط الذي يوضع على النار تحتاج إلى الضوء، السرعة بحسب الضوء. قال عليه الصلاة والسلام فمنهم من يضيء ما بين الجبل، ومنهم من يضيء من يضيء ما بين يديه. فشوف الآن حتى الرجل يولي يضيء صبعه يضوي شوية ويطفى شوية آخر الناس. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كاين اللي عنده الضوء تاعه كامل 100% يضوي سيارة كيف يقاس ضوءها؟ يقول لك هذه السيارة تضيء 100% وهذه السيارة تضيء 20%، مولاها مسكين غير هكذا يضوي له غير قيسه. وكاين اللي يضوي 100% كي يشعل الإنسان يحل
وبعد يولي يجري على حسب السرعه تاعو على حسب الضوء تاعو. انت في الصراط تجري على حسب الضوء تاعك، تقطع الصراط على حسب الضوء. هنا في هذيك الحاله شكون اللي يعطي له ربي الضوء التام تاعو؟ بشروا المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. شفت شكون يدي هذاك اللي كان يروح المغرب والعيشه والصبح؟ يعطي له ربي الضوء التام يمشي به على الصراط. هذا منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو ربط الاعمال باليوم الاخر باش تبقى النفوس دائما تتحفز. انت اليوم تصلي المغرب والعيشة والصبح، تصلي المغرب والعيشة والصبح كل يوم كل يوم كل يوم، وبعد من داك تفشل تقول انا والله غير عييت شويه الحق يعني، وبعد تتفكر تقول لي بصح على بالك كاين واحد النهار كاين صراط، وهذاك الصراط اللي عندهم الضوء مليح هما اللي يمشوا يكمل حتى الموت ان شاء الله ما نحبسهاش. شكون اللي يحفزك؟ شكون اليوم الاخر؟ هكذا كان عليه الصلاه والسلام يذكر الاعمال يربطها. ولذلك شوف اش كان تخويفا كذلك، كان من له مال من زكاة فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبان. شفت كيفاه؟ زكاة ما حبيش تخرج الزكاة، هاي أرواح يربطك باليوم الآخر باش تخرج الزكاة محرك. فربط الجزاء عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان الذي لم يخرج زكاته يمثل له شجاع أقرع، يعني حية كبيرة وأقرع له زبيبتان، ويأخذ بشدقيه في ذلك الإنسان ويعذبه ويقول له أنا مالك أنا كنزك، ويعذبه في النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام واش دار؟ ربط العمل اللي هو ترك الزكاة بالعقوبة يوم القيامة. فيولي الإنسان واش يدير؟ يولي عنده تذكير عملي بيوم القيامة. تولي أي حاجة تقول أنا كان نخرج الزكاة يجيني شجاع الأقرع، لو كان نقوم صلاة المغرب والعيشة في المسجد ربي يعطيني النور التام يوم القيامة. تولي أعمالك واش تدير؟ أعمالك كلها مربوطة بيوم القيامة. هذا إن شاء الله. أنا كشتك شيخ قلت معليش. نعطيكم مثال آخر. الآن واحد ضاقت عليه الدنيا، خوك ضاقت عليه الدنيا، وكي تضيق الدنيا من ذاك الضيق حتى نفسيا بالك عنده دراهم لا بأس عليه، ما يسحقش دراهمك، يسحق كلمة طيبة منك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تؤنس الوحشان، يعني من أعمال الخير حتى ولو خوك هذاك مسكين اللي ضيق عليه الدنيا تروح تجيبه عندك وتديه في مكان هكذا يريح، وتعطي له كلمه طيبه وتقول له خير ان شاء الله، راه اخوك معك، اتكلم انا معك نعاونك، تعطي له نصيحه، تعطي له ارشاد، بالك راح يطلق زوجته، بالك هو مسكين الدنيا كحل عليه، بالك كلمه منك تصلح حاله. هذيك من الاجر العظيم. قال النبي عليه الصلاه والسلام ولو ان تؤنس الوحشان، بالك انسان مسكين في الغربه تبعث له بكلمه ولا رساله وتعيط له وتقول له حبيت نونسك في غربتك، هذيك المؤانسة تعتبر من الدين تاعنا. فرجة فرجتها على إنسان، فرجة نفسية. كذلك إنسان ضاقت به ماليا أعطيته أنت من عندك، ضاقت به صحيا عاونت أنت باش تداويها، وهكذا. من فرج كربة عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف الآن يعطيك النبي عليه الصلاة والسلام تحفيزا بالتذكير باليوم الآخر. إذا هذا التحفيز أو الترهيب هو يعتبر ربطا للعمل بالجزاء يوم القيامة، وهو من أعظم مناهج النبي عليه الصلاة والسلام أو أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التذكير باليوم الآخر، وما هو ما نسميه إحنا بالتذكير العملي. تولي أنت في حياتك اليومية كل عامل تربطه باليوم الآخر، كل عامل يقول لك صدقة، لا تصدق أنت، علاه؟ علاه صدقت؟ عرفت تمشي برا مديت 10,000 ولا 100,000 ولا مليون لواحد، علاه؟ علاه مديتها؟ واش عطاك هذاك الانسان؟ كش معطاك؟ ما عطاك والو، واش تستنى؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام والصدقه برهان، برهان باللي انت تؤمن باليوم الاخر، دليل باللي انت تؤمن باليوم الاخر. مديت ما عطاولك والو، كلخولك ادولك مليون، لا ما كلخوليش، انا مديتهم باش نلقاهم عند الله، لاني سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام واش يقول؟ يقول بانه ياتي الانسان يوم القيامه وقد تصدق بماذا؟ بتمره أو بدرهم، فيأخذه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتصدق بالصدقة فيأخذها الله فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يربيها كما يربي واحد الحصان، يمشط له وينقي له ويغسل له ويدربه الحصان هذاك، يعتني به. معناتها ربي راح يدي الصدقة تاعك ويعتني بها، وحد الاعتناء مهم جدا. وتكبر تكبر فيأتي يوم القيامة يجدها كالجبال، هي تمرة سبحان الله، تمرة يلقاها كل جبل يوم القيامة، يقول له ربي أنى لي هذا؟ أنا عندي غير تمرة، مديت غير تمرة، منين جاتني جبل هذا؟ قل له هذا عملك وفيته لك ربي سبحانه وتعالى.
إذن أنت كي تسمع الحديث كما هذا راك رحت اليوم القيامة وشفت النتيجة وعشتها وعاودت توليت مت وحدك تمت. وكي يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل تحت ظل صدقته يوم القيامة، تتفكر كان واحد النهار على بالك الشمس تجي على رؤوس الناس ويولي الظل عزيز عزيز، صاحب الصدقة يدير له ربي ظل تولي تصدق. إذن هذه التحفيز باليوم الآخر هو عبارة عن ربط للعمل باليوم الآخر، فيقوم الناس بالعمل وهو عمل ميداني من النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه في التذكير باليوم الآخر هو ما كان يعظم فيه من الكلمات يعظم فيه ذلك اليوم، وكان يذكر عليه الصلاة والسلام أوصاف ذلك اليوم على سبيل التهويل وعلى سبيل التعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه ويعظم لهم ذلك اليوم. شوف الآن نعطيك أنا مثال في الدنيا لننتقل به إلى مثال نبوي. شوف لو كان إنسان
راح إلى بلد، لو كان يروح كاش بلاد واحد، وهذيك البلاد راح لها غير هو برك، غير هو اللي راح هذيك البلاد، واحد فينا ما يعرف هذيك البلاد ولا شاف عليها شيء أبدا، ولم يرى منها لا صورة ولا أي حاجة، وجاء الإنسان هذاك من البلد وجاء بدأ يحكي لنا وذكر لنا فيها أشياء عجيبة جدا. كم يكون الإنسان يعني متشوقا ومعظما لتلك البلد، لماذا؟ لأنه سمع عنها. هذاك الإنسان ليحكي عندما ينبهر يولي يحكي معظما وليس مصغرا. الرسول عليه الصلاة والسلام عاين، شاف أمور ورها له ربي سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف وفتح الله عز وجل له فرأى النار فتقهقر، ورأى الجنة فتقدم، شاف الجنة وشاف الناس اللي يتنعموا فيها، وشاف النار وشاف الناس اللي يتعذبوا فيها. يعني شاف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء، ولذلك كان يعظم الأمر هذا، وكان يقول للناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام في التذكير باليوم الآخر، وهو تعظيم ذلك اليوم والتهويل وبيان الأهوال التي ستقع في ذلك اليوم. وهذا هو الأمر المهم جدا في الوصف الدقيق الذي كان يقدمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام استنادا للقرآن الكريم، الوصف العظيم الذي بيّنه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام على بغلة راكبا عليها مع أصحابه وماشيين في جماعة، فمروا على حائط لبني النجار، مروا على حائط بستان محوط لبني النجار اللي هم أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة قباء، فحادت به البغلة، تحركت البغلة هذه حتى كادت أن تلقيه، حتى كادت أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام، اهتزت البغلة فإذا بها أقبر ستة أو خمسة أو أربعة كما قال الراوي مترددا. قالوا حتى النبي عليه الصلاة والسلام التفتنا لقينا قبور، ستة قبور ولا خمسة ولا أربعة مستفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذه القبور؟ قالوا هذه لأناس ماتوا على الإشراك، وفي رواية اليهود قالوا هذه القبور تاع ناس ماتوا مشركين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، ولولا هنا الشاهد، قال ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام شو التهويل هذا، أو يعظم لك في الحالة بزاف باش تعرف قيمة هذاك النهار. ويقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعني ندعي النبي عليه ندعي ربي نقول له خليكم تسمعوا عذاب القبر، يعود غير يموت واحد نعود نسمعوه، وش يسرى؟ نولي واحد فينا ما يقدر يدفن خوه. قال لولا أن لا تدفنوا، يعني لو كان مانيش خايف تقولوا ما تدفنوش بعضاكم، نقول ربي يعود يسمعكم عذاب القبر وتشوفوا بعد ذلك وش كاين تحت القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذاك الوصف الدقيق، شوف يدقق 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 الواحد الدرجة، لازم حتى تولي أنت تفهم كلش وتقرب كلش كأنك تراها رأي العين. يعني حتى كي شافهم الناس شعلوا النار يطيبوا ياكلوا، شو احنا نطيبوا ناكلوا الشوا لاتاي نديروا في ديورنا كل يوم، نطيبوا بالنار كل يوم، كل يوم رانا نشعلوا النار كل يوم، كل يوم نشعلوا النار ونطيبوا وندفي ونديروا بها كلش النار هذه، ولكن ننساه. النبي عليه الصلاة والسلام مجدر ينقلنا من حدث يومي إلى حدث أخروي، يقولنا هذه النار التي توقدون لنار جهنم أكبر منها أو أشد منها أو أحر منها ب69 جزءا. يعني ديروا مليح في بالكم بلي النار هذه اللي نشعلوها في الدنيا جهنم، هذه النار ضربها في 70، شيء عظيم. احنا النار هذه وش قالوا له الصحابة رضي الله عنهم، شوف الناس المؤمنين وش قالوا له، قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله، صحابة قالوا له والله يا رسول الله وكان ربي يعذبنا غير بالنار تاع الدنيا بزاف علينا بزاف علينا هذه النار. قالوا له فما ظنك، شوف قلوبهم اهتزت، اهتزت من ماذا؟ اهتزت من ذلك التهويل الذي وصفه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي شدة فيح نهر جهنم. ولهذا لما كان الفيح في الظهر
كان شدة النار، شوف احنا في اوت وكذا، تخش تخرج، ما يقدروش الناس يخرجون. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فأذن الله لها بنفسين، فذاك ما تجدون من فيحها أو من حرها في الصيف، وذاك ما تجدون من سمومها أو من بردها في الشتاء. هذه جهنم. هكذا التذكير بأمور احنا في الدنيا ونذكر الآخرة. ولذلك ذكر لنا ماذا؟ ذكر لنا خروج الروح بتفصيل عليه الصلاة والسلام، وهو في المقبرة يدفن رجلا من الأنصار، وقف وحكينا القصة منذ أن يأتي الملك ليخرج روح الإنسان ويشخص بصره حتى يدخل الجنة أو النار. ورنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف مراحل خروج الروح ودخول الإنسان في القبر وإعادة الروح إليه وسؤال الملكين، وإما نعيم وإما عذاب في جهنم في القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل كله والناس على المقبرة، وذكر لنا عليه الصلاة والسلام تفصيلا آخر، وهذا التفصيل هو من أعظم مناهج النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في ذكر اليوم الآخر، هو التفصيل، تفصيل دقيق جدا. ذكر لنا عليه الصلاة والسلام كيف يحشر الناس، بين لنا بأن الناس ستأتيهم نار يوم القيامة، وتخرج من قعر عدن، تخرج من بطن الأرض في عدن، وتحيط بالأرض وتحش الناس، تدفعهم نحو أرض المحشر اللي هي في الشام. فيقوم الناس من قبورهم، كل واحد وين؟ واحد في أمريكا، واحد في الشام، واحد في الهند، واحد في أوروبا، كل واحد وين مدفون. ويقوم الناس من الأجداث سراعة يخرجون، وتحشرهم النار. حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يركبون، منهم الراكب ومنهم اللابس منهم العاري، وبين أن هذه النار هذه تقيل معهم حيثما قالوا، تبيت معهم حيثما باتوا. شو تفصيل تفصيل، وانت تتخيل اننا احنا نعود نوض مقبورنا والنار هذه تتبع فينا بالعقل حتى تلحقنا وتوقفنا في ارض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لاحد، وهي ارض المحشر، تبدل الارض غير الارض والسماوات. هذيك الارض نوقف عليها احنا، شكون اللي جابنا؟ النار، ربطتنا النار هذيك، حشتنا ومشاتنا مشاتنا 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 حتى قال تقوم نار من قعر عدن تحشر الناس الى ارض المحشر، جابتنا حتى حطتنا في أرض المحشر. شوف تدقيق من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني علاه التدقيق هذا؟ علاه حتى يحدث لك، اسمع مليح، حتى يحدث لك التصور، تولي أنت تتخيل، تغمض عينك تتخيل قاع يوم القيامة وش يصير، تولي تخاف وتولي عايش لهذاك اليوم، مشي لدرك عايش لهذاك اليوم. أنتك في الدنيا تأكل وتشرب وتخدم وتقضي لوليداتك وكذا، بس صح همك قاع على الفوق. علاه؟ لأن عندك التصور، هنا الإيمان باليوم الآخر، هذا هو الإيمان الحقيقي. مشي تآمن به برك وانت ماكش داير له حساب، مآمنين باللي حنموتوا ماناش دايرين حساب ليوم القيامة، لا يصلح هذا. لازم تؤمن باليوم الآخر وتقعد حياتك ودير له حساب. من أصبح وهمه الآخرة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة. مهم الصباح همك الآخرة. قل أنا يوم النوض حيانا ربنا سبحانه وتعالى بعد ليلة طويلة، وحيانا ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إذن ممكن اليوم أنا آخر يوم، واني خارج من بيتي ممكن نخرج من وليش. وشحال من إنسان دخل بيته ما خرج، وشحال إنسان موالف يخرج من بيته ما كيف واقف، ويجي يوم يخرجوه بالطول بالعرض ويخرج في نعشه. وشحال من إنسان يخرج من بيته على طول يعني واقفا ويدخل ممدودا، يرجعوه لهم قالوا دار حادث مرور جبناه لكم تشوفوه بركم دوه ندفنوه. شحال من إنسان خرج ما ولاش، وشحال من إنسان دخل وما خرج. إذن أنت كل يوم دير هذا الحساب، كل يوم. كيف تفعل هذا؟ لازم ترجع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التفصيل، تفصيل كيف تخرج الروح، تفصيل في القبر كيف يسأل، تفسير وتفصيل لأحداث يوم القيامة والحشر، كيف تحشرون النار ونوقف بين يدي الله، كيف تدنو الشمس على رؤوس الخلائق، كيف يأتي الجبار سبحانه وتعالى والملك صفا صفا، كيف تأتي جهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000 ملك من الملائكة يجرها. كيف دائرة هذه جهنم؟ كيف دائرة هذه جهنم ليجرها 4,900,000,000 ملك؟
تخيلها قد من هذه جهنم. إذن أنت تولي تعظمها كي تسمع هذه الأرقام، تسمع هذه التهويل وهذا التفصيل، تولي تعظم يوم القيامة، تقول الحالة ماهيش سهلة، حالة ماهيش هكذاك برك. احنا عايشين على جال حياتنا كامل وندق وغير على جال الأفكات والأفطروة، حياتنا كامل ندرب وغير على جال العقارات وعلى جال الأموال والذهب والفضة ونجريه، ونسينا يوم عظيم عند الله يوم القيامة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يذكر لنا الميزان، قال يؤتى بالميزان كفة في الجنة وكفة في النار، والكفات نتاعه لو تضع فيها السماوات والأرض لوزنتهن. يعني شوف الميزان، حتى الملائكة كي يشوفوا الميزان يقولوا أي ربي وما يزن هذا، ربي عز وجل يقول لو توضع فيهن السماوات والأرض لوزنتهن، قالوا يوزن فيها مثقال الذرة، ذرة جيبها حتى توزن، يعني يوزن القرود دي طاي كما نقولوا احنا، يوزن كلش الميزان. يعني انت كي تقول تروح عند واحد يبيع الخضرة يبيع في الجملة يوزن غير كجوات الكبار، وتدي له سلسلة تاع ذهب تقول له وزنها لي الله يرحم والديك، قال لا لا يقول لك روح اديها عند البيجوتي، انا تاعي ما يخرجش الجرامات، يخرج لك انا تاعي غير كيلوات، حاجة كبيرة انايا. إذن لازم تروح توزن الميزان، كاين صغير كاين الكبير، تاع ربي كبير ويوزن صغير، يوزن قالوا يحط فيه السماوات والارض توزنها. بصح لو كان قال يؤتى بالذرة، الذرة اللي ما تشوفهاش تبعينك نحطوها وتوزن، إن تكن مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني رد بالك تقول باللي كاين أمور صغار ربي ما يتبهلهمش، شوف هذوما كامل شكون قالهم لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فصل لنا وذكر لنا بعد ذلك بعد الميزان كيف يحشر الناس ويؤمر الناس إلى جهنم، ويأتي كل واحد من الطغاة الذين عبدوا من دون الله كفرعون وهامان وقارون إلا ويتبعه أصحابه يلقون في نار جهنم، وذكرنا بعد ذلك المرور على الصراط، وذكرنا الجسر الذي يقتص فيه من الشاة القرناء، هذه يقتص للشاة القرناء. ثم بعد ذلك يذكر لنا كيف تفتح أبواب الجنة، وكيف يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، وكيف يتزحموا الناس عند الجنة، وكيف يدخلوا الجنة، وكيف يعرفون منازلهم، وكل واحد وش عنده درجة من الجنة، وصف لنا كل شيء. حتى قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يخرج من النار يحبو، بين لنا باللي الصغير القليل القليل تاع أهل الجنة يدي 11 مرة الدنيا، يعطيه ربي الدنيا وعشر أمثالها. تولي أنت تقول شنو نلعبوا احنا هنا؟ شوف كي تسمع أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام تقول شنو نديروا؟ ويقول لك شجرة يلي أنت كمخلوع دوك هكذا تقول أنا عندي فيلا وفيها الجنان فيها الشجر فيها الفاكهة كذا. شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 500 سنة ولا ينتهي ظلها، شو شحال شجرة واحدة، فما ظنك بأشجار وأنهار؟ يعني قالوا يا رسول الله شجرة، قال بل هي أشجار، قالوا بشي واحدة. صحابة مش عايشين متلهفين، هو يحكي لهم غير عن الجنة والنار، هذاك التفصيل لازم حياتنا كاملة احنا عايشين غير بهذا التفصيل باش النفوس نتاعنا تزهد في الدنيا وتتقي الدنيا. ولهذا وبهذا نختم إن شاء الله، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الموازنة بين الدنيا والآخرة، كان يوزن الدنيا مع الآخرة عليه الصلاة والسلام. ولهذا وش كان يقول؟ كان يقول مالي وللدنيا، أنا يعني وش دخلني في الدنيا هذه؟ قال مالي وللدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر مثلي ومثل الدنيا أو مالي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال لهم الدنيا كاملة اش كيكونوا مسافرين، نحبسوا نهبطوا هكذا عند شجرة نصلي ونشربوا حاجة ولا ناكلوا ولا نتغداو ونديروا قيلولة وبعدين عاودوا نكملوا. الدنيا هكذا كبر، يعني الدنيا حب يقولنا بلي الدنيا ترونزيت ماشي دار قرار، دار انتقال ماشي دار قرار، ولذلك لعبت بنا نسيناها درناها دار قرار. ابن القيم رحمه الله يقول عجبا لإنسان أعطاه الله عقلا يقيم بنيانه على جسر. تخيلوا احنا كنشوفوا واحد هكذا بدراهمه وراح فوق القنطرة وبدأ يخرج في الساس ويبني في دار فوق القنطرة يبني في دار، نقول له واش حوس؟ يقول انا لازم نبني لها الساس مليح كذا باش ما تهبطش. نقول له يا ولدي القنطره هذه في ذاتها راهي تاع باساج برك ماهيش تاع بنيان. ولذلك واش يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول عجبا
لمن أقام بنيانه على جسر. يعني موش يقول لك ما تبنيش في الدنيا، لا بني وليداتك مش مشكل، أو يقول لك باللي أنت يا ما تديرش روحك باللي راح تستقر في الحياة هذه، دير بالك باللي راح ترحل منها. حنا كي ناخذوا هذا الكلام وفهمنا باللي النبي عليه الصلاة والسلام كان همه التذكير باليوم الآخر على أساليب متعددة، أنا ذكرت لكم ربما 10% منها. كي نشوفوا هذا الحال هذا كاملة يستقر في نفوسنا شيء مهم جدا، وهي أهمية هذا اليوم، أهمية التذكير بهذا اليوم. ونعودوا واش نديروا بعدها، نحو الألعوبة لنا نلعبوها لا وحدينا، وهي خلينا نضحكوا شوية، خلينا نعيشوا شوية، خلينا وحدة وجاي الدنيا هذيك هذه كاملة مش مليح تقولها لنفسك، لازم لك تقتنع بالواقع. وأهم واقع لازم تتعايش معه هو الموت. كاين حاجة ربي لم يجامل فيها أحدا وهي الموت. قال لحبيبه عليه الصلاة والسلام وخليله، وش قال له؟ إنك ميت وإنهم ميتون، من دون مجاملات، يعني بكل صراحة، ما قالوش هكذا يا أيها النبي، لا، إنك ميت وإنهم ميتون. وزيد كي جاء نحالوا الألقاب، كي جاء يذكر الموت نحى كم الألقاب، سمه باسمه، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هو تاني تجري عليه الموت، وقال إن كل نفس، شوف كل نفس دخل فيها الإنسان والحيوان، والإنسان دخل فيها الكافر والمسلم، وهذا النوع من الناس دخل فيهم الصغير والكبير، يعني كل نفس ذائقة الموت. حب يقول لك ربي سبحانه وتعالى باللي أنت عمرك 10 سنين ممكن يجي ملك الموت، و 12 سنة ممكن يجي، و 6 سنين ممكن يجي، وكاين اللي عامين يجي كما إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكاين إنسان 20 سنة يقدر يجيه ملك الموت، و 30 و 40 و 50 و 60، يعني في كل وقت كل نفس ذائقة الموت، يعني ما كاش واحد يقدر يسلك من الموت. علاه ربي قالنا الكلام هذا؟ باش يخسرنا القسطو، باش يمررنا الحياة، علاه يقولنا في الكلام هذا؟ باش نروحوا ننتحروا، باش يهبطنا من المعنويات نتاعنا؟ لا، حب يربينا ربي، حب يربينا الرسول عليه الصلاة والسلام، حبوا يربيونا باش نتعايشوا مع الواقع تاعنا، باش انت تقول نعم انا دوكا راح نموت، انا صح نخدم على وليداتي نسترزق نعيش حياتي، ولكن اجعل هذه الحياة كلها لليوم الاخر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعود حياتك كامل لله، تعود تعيش في الدنيا سعيد وتضحك ولا بس عليك، بصح قلب مرتبط باليوم الاخر، القلب مرتبط بالفوز بالجنة، القلب مرتبط بالخوف من النار، وهنا يكون نجاح المسلم. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الدنيا قال لنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالحسنى وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار. وأنا أدعو الله عز وجل، أنا وأنتم الآن رانا ما بين الأذان والإقامة حيث الدعاء لا يرد، وأجدر الأشياء التي نتذكرها في يومنا هذا أن ينصر الله عز وجل إخواننا في فلسطين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كيد اليهود وأن يجعل كيدهم في نحورهم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينتصر للمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم دمر كيدهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم شتت صفوفهم، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين إنك سميع قريب. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. Gracias.